السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. اليوم يا جماعة هنتكلم عن موضوع وهو رؤية الورم في المنام. من الممكن إن أنا أرى الورم في يدي أو في الساق أو في الوجه؟ ما معنى هذه الرؤى؟ وهل هذه الرؤى محمودة أم مذمومة؟ دعونا نتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل. بداية اللي يبدأ بالنقر على هذا الفيديو، طالما انت فتحت الفيديو ده حاول تسمعني للنهاية لان الموضوع جد خطير. طبعا بصفة عامة الاحلام معظمها محمودة على فكرة، مش مع موضوع جد خطير ان هو لا، انتوا عارفين منهجي، انا دايما بحب الاحلام المفرحة المبهجة التي تبشر الناس بالخير. رؤية ورم الرأس، لما تيجي تنظر إلى هذه الرؤية، وطبعا الكلام يا جماعة بصفة عامة اللي هيحتاج لتخصيص هخصص، هحدد، هقول ده خاصة بالمتزوج أو المتزوجة أو العزباء أو كده. يعني رؤية ورم الرأس في المنام تدل على الهم وكثرة التفكير. رؤية ورم الرأس. أما رؤية ورم اليد، دي رؤية محمودة تدل على المال والكسب من حلال. رؤية ورم اليد. أما رؤية ورم الساق، دي رؤية تدل على التغيير الإيجابي في الحياة بصفة عامة، بمعنى أن هناك بداية حياة جديدة سوف أفرح بها. رؤية ورم الساق. الساق اللي هو القدم بنحتاجها أن احنا بنمشي فيها، يعني أنا دلوقتي لو عايز أروح إلى مكان مين اللي هيوصلني؟ رجلي. فكون ان انا اشوف رجلي متورمة في المنام اعرف ان انا مقدم على شيء جديد، وهذا الشيء سوف يفرحني ان شاء الله تبارك وتعالى. اما رؤية ورم الوجه، رؤية غير محمودة، مش ان ده انت هتعمل حاجة او حد مثلا، لا، وانما هذه الرؤية تدل على ان هناك حقاد وحساد يحقدوا على النعمة التي في يديك، إنما يحسدون النعمة التي في يديك. رؤية ورم الوجه، هناك حقاد وحساد يحقدون عليك، فعليك أن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وبالأذكار الصباح والمساء، وتستعين بالتحصينات من السنة النبوية. طيب، رؤية صديق أعرفه أو حتى جار وأرى أنه عنده ورم ولا علاقة لي، هل الورم في اليد أم في الساق أم في الوجه؟ لا لا لا، صديق شفته متورم، هذه رؤية تدل على المشاكل الكبيرة التي سوف تحدث لك ومع شديد الأسف. أما رؤية الورم عموما يا جماعة، بالنسبة للمرأة الحامل كله خير، يعني أنا كان ممكن مثلا أطول في الفيديو قوي يعني وأقول ورم اليد للحامل، ورم اليد للساق للحامل، ورم الرأس، ورم الظهر، لا 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 لا، هي كلمة مختصرة بين قوسين، أي ورم تراه المرأة الحامل خير لها ولمولودها إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا تحزن ولا يعني سبحان الله العظيم إنها تزعل لما تشوف رؤية فيها ورم، لا لا لا، تزعليش خالص، مرأة الحامل الورم لها كله خير بفضل الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، كونها مثلا في المنام ترى أن زوجها أن يده أصابها الورم، الرؤية تدل على الرزق الذي سوف يأتي لزوجها والمال والكسب من حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، نيجي لرؤية غريبة، وأنا يعني سبحان الله العظيم متأكد 100% أن المرأة المتزوجة لو رأت هذه الرؤية سوف تقوم مفزوعة من نومها، ولكنني قبل أن أذكر هذه الرؤية أبشرها بأن هذه الرؤية خير، شيء هي تتمنى هذه الرؤية، وهي أن ترى الورم في ثديها أو في بطنها. هذه الرؤية تدل لها على الحمل القريب، ليس حمل بصفة عامة وخلاص، يعني ممكن يأتيها الحمل بعد سنة أو اثنين أو ثلاثة، لا، الحمل القريب إن شاء الله، ربما يكون في أسبوع. طبعا هيدخل بقى الجماعة المتفزلكين، تعرفت منين وتدخلوا في الغيب، الجهلة اللي احنا متعودين عليهم، يعني لازم يطلع لنا كده حد في التعليقات جاهل لازم يقرفنا. يعني
قال ابن سيرين أن الورم في الثدي للمرأة المتزوجة أو البطن، هذه الرؤية تدل على الحمل القريب لها إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، رؤية المرأة المتزوجة للورم في الرقبة أو في العنق، هذه الرؤية يعتبر معنى واضح، تدل على مدى تضحية هذه المرأة من أجل أسرتها لزوجها ولأولادها، رؤية الورم في الرقبة. أما رؤية الورم في الوجه، فاكرين لما قلت رؤية الورم للرجل حقاد وحساد، هذه الرؤية تعتبر شبيهة برؤية الرجل، ولكن هناك أشخاص يعني سبحان الله العظيم سوف يتكلمون عليك بكلام سيء، ويعني هذا الكلام سوف يحزنك ومع شد الأسف. ففي فرق ما بين كلام سيء يقال علي إن أنا أتهم بالبهتان وبالزور وبالباطل، وفي فرق ما بين إن حد يحقد علي ويحسدني ويحسد النعمة اللي هي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لي. فهذه الرؤية للرجل حقد وحساد، هذه الرؤية للمرأة المتزوجة تدل على أن هناك من يتكلم عليها بكلام سيء لا يليق. رؤية ورم الكتف للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على مدى وفائها عموما. برؤية الرقبة، الورم في الرقبة أو الكتف للمرأة، هذه المرأة تضحي من أجل أسرتها، وعندها صفات محمودة في ورم الكتف أنها امرأة وفية. رؤية الورم بقى للبنت العزباء، الورم بالنسبة للبنت العزباء بصفة عامة يدل على معاني كلها خير، يعتبر زي المرأة الحامل لما قلت الورم بالنسبة للمرأة الحامل كله خير إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا ما ينفعش أقول للبنت العزباء الورم كله خير بنت العزباء، لا أنا أقف هنا ليه يا شيخ، طب إحنا عايزين كذا وكذا، فلازم أفصل شوية في رؤية العزباء، ده أمر طبيعي يعني. فبالنسبة للبنت العزباء، رؤية الورم بالنسبة في اليد للبنت العزباء وظيفة في الطريق قادمة إليها إن شاء الله، أو فتح فرصة عمل جديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم عمل سوف تعمل في الفترة المقبلة حينما ترى الورم في اليد. رؤية الورم في الساق للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل على السفر. قلنا أن هذه الرؤية للرجل المتزوج تدل على التغيير الإيجابي، بالنسبة للبنت العزباء الورم في الساق تدل على السفر. رؤية الورم في الوجه، هذه الرؤية تدل على أن بعض الأشخاص ومع شديد الأسف سوف يقومون بأذيتها بصفة عامة بقى، يعني قد يكون الأشخاص دول أذيتها بالكلام، بأي شيء في العمل، في الوظيفة، في البيت، بأي طريقة، ولكن سوف ينجيها الله تبارك وتعالى منهم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، احنا قلنا رؤية ورم الثدي والبطن للمرأة المتزوجة حمل عن قريب. طيب بالنسبة للبنت العزباء ورم الثدي أو البطن، معاني كلها خير، يعني بعض المفسرين قالوا أن هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية، وما أمنية البنت العزباء؟ أن تكون زوجة وأن يكون عندها زوج وبيت وأولاد، دي يعني تندرج تحت حتة أو موضوع تحقيق الأمنية. وقيل أخبار سارة مفرحة بصفة عامة، وقيل شفاء من مرض لو أنها مريضة، وقيل بصفة عامة الخير عموما. رؤية الورم في الثدي والبطن للبنت العزباء. طيب، رؤية ورم الرقبة للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل على العشق والحب لشخص بعينه، تحب شخص بطريقة جنونية. رؤية الورم في الرقبة للبنت العزباء. أما رؤية البنت العزباء أن خطيبها، يعني تعتبر بقى مش عزباء بقى، نقدر نقول البنت المخطوبة، رأت أن خطيبها إن يده بها ورم، دي الرؤية تدل على إتمام الزواج إن شاء الله تبارك وتعالى. بنت العزباء لما تشوف خطيبها إيده ورمة تعرف إن هي هتتجوز منه وإن الزواج هيتم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى، ومفيش أي عقبات ولا في أي حاجة. طيب،
رؤية أخيرة كده يعني الحمد لله إن أنا افتكرتها، وهي رؤية إن البنت العزباء شافت أنها شفيت من ورم خبيث. طبعا يعني سبحان الله العظيم، من الشخص لما يشوف ورم خبيث في المنام بيقوم مفزوع والحكاية. ورؤية الشفاء من الورم الخبيث للبنت العزباء، هذه الرؤية قال ابن سيرين تدل على الزواج في نفس العام، فهي رؤية محمودة بفضل الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.